نبدأ بالسعودية والمكسيك وفرص السعودية إيه؟ يعني خلينا كده نبدأ بيهم. السعودية والمكسيك أنا عجبني أداء السعودية بصراحة، وقبل السعودية عجبني اختيار مدرب رينارد هيرفي رينارد، من المدربين الممتازين والرائعين والقادرين على أنهم بغض النظر أو بالإضافة لفنياتهم عندهم حماسة وعندهم. هو الفيديو اللي اتحط ده واتشاف قال أنا ما كنتش أقصد، هو كان مطلوب دقيقة واحدة بس اتعمل، ففوجئت الناس صورت وكان حسن الحظ ان انا كسبت، لانه خلي بالك لو كان خسر الخطبه الحماسيه ده راحت فين؟ راحت على الهواء. فطبعا اللي حصل ان رينار مدرب يعني ذو خبرات، وفي نفس الوقت السي في بتاعه عالي جدا، وصاحب مشروع، وما راحش منتخب الا لما فعلا طور فيه. دي كان نفسنا يكون في موجود في مصر طبعا بغض النظر عنه، لكن عمل طفره في السعوديه، عامل شغل هو كان عايز يجي يدربنا اصلا. انا يعني والله انا الكلام اللي بيجي من مصادر مصريه، انا يعني ما لا بس كان في فرصه ان هو يجي لكن لم تتم بقى. على كل حال يعني تفاصيلها وكان في فرصه للاهلي قبل كده، وكان في فرصه برضه يجي برضه منتخبات لو جه مكسب، حتى جه في اي وقت صحيح. مكسب، لانه مدرب يعني بغض السي في بتاعه حلو وبيقدر يعمل منتخبات، وده اللي خلى السعوديه تقدم مباريات رائعه جدا، وخلت الناس كلها متمسكه بان السعوديه بامال السعوديه في انها تعمل ماتش رائع جدا الماتش اللي جاي. وانا اتوقع طبعا انها تكون ان شاء الله في الدور الثاني، وتدي العرب باور كبير جدا. وطبعا احنا فرحانين ومبسوطين، الفوز على الارجنتين ده لوحده بطوله، بس هم استغرقوا شويه في الفرحه، والفرحه خدت منهم كتير، وده اللي خلاهم الماتش الثاني ما يكونوش على مستوى المسؤوليه. لكن هم السعوديه هتكسب المكسيك وهتصعد ان شاء الله، بس المشكله كلها مع بولندا والارجنتين، الماتش ده اللي هيكون ماتش جبار من نار طبعا. يعني بولندا 4 نقاط والارجنتين 3 والسعوديه 3 والمكسيك نقطه واحده. الاضعف الحلقه الاضعف طبعًا. في هذه المجموعه المكسيك هتلاعب السعوديه، مكسب السعوديه يضمن لها التاهل للدور الثاني. الارجنتين لازم تكسب بولندا عشان تصعد، لو تعادلت هيصعد البولندا وتصعد السعوديه. انا مش قادر اصدق ان الارجنتين على المحك، يعني انت متخيل الناس قبل المونديال كانت تقول لك الارجنتين هي اللي ممكن تبقى للفوز باللقب، يعني غريبه شويه. ما هو على الورق احنا والتاريخ ارجنتين وميسي، لازم احنا نرشح الارجنتين وميسي. الشعب المصري بيحب البرازيل والارجنتين من طول من زمان جدا، فاي ترشيحات بتدخل فيها الارجنتين او اي فعاليات لازم نشجع الارجنتين، والبرازيل لازم نشجع ايه البرازيل. لو بلغه الارقام برضو طبعا، مع الاسف العناصر الموجوده فيها مش العناصر الجامده. هو دايما الارجنتين حتى ما اعرفش، دايما كنت احس ان هم يعني دايما هم منتخب العنصر الواحد الفعال، يعني مارادونا هو اللي كان النجم والقائد والكلام ده، نفس حكايه ميسي، بس ميسي دلوقتي محتاج اللي يشيله مش هو اللي يشيل الفرقه، يعني عنده 35 سنه، فمحتاج معاه مجموعه من اللاعبين اللي يكون عندهم موهبه كبيره او قريبه منه تساعده انه يقود فرقه. لكن مع الاسف الشديد العناصر بيعمل الفينشنج مش هو اللي يفعل الحاجات بالظبط. بالظبط. لكن هو دلوقتي لا، الارجنتين يعني ما حسسناش منها ومن ادائها في البطوله دي انها ممكن توصل لاماكن اكبر، عشان خاطر السعوديه كشفتها.